سريعا بعد الاعلان رسمي عن طاقم التحكيم بقياده الكابتن ابراهيم نور الدين، كابتن اسامه هلهل، كابتن هاني عبد الفتاح، حكام مساعدين، وكابتن محمد عادل على تقنيه الفيديو. وهنا في تساؤل، ليه النهارده انت بتستبعد الحكام اللي كانوا موجودين في كاس الامم الافريقيه؟ الحكام اللي ادوا مباريات كبيره، الحكام اللي رجليهم في الملعب. هل مباراه الاهلي والزمالك القادمه اصبحت مباراه تكريم؟ اصبحت مباراه اعتزال؟ النهارده للكابتن ابراهيم نور الدين وهو يعلن اعتزاله، لو اخطا في هذه المباراه المهمه هل هيتم محاسبته؟ طب هيتم محاسبته امتى؟ وهيتم ايقافه امتى؟ كان من الاولى ان احنا يكون في حكم من الحكام اللي ادوا في كاس الامم الافريقيه امثال الكابتن محمود البنا، كابتن محمد معروف، كابتن امين عمر، كابتن محمود عاشور اللي رايح الاولمبياد القادمه، وكمان الحكام المساعدين كابتن محمود ابو الرجال وكابتن احمد حسام طه ايضا مش موجودين. مش كان من الاولى تعيين طاقم تحكيمي ناس رجلها في الملعب، ولا اصبحت مباراه الاهلي والزمالك مباراه للتكريم وللشو؟ دي تساؤلات معايا كابتن